أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، نبدأها بأهم العناوين لليوم. مع استقبال العام الجديد، كيف نقوم بتغيير عاداتنا الصحية الخاطئة؟ هل تتغير حياة المبتعث بعد العودة للوطن؟ وهل يزداد احتياج الرجل للمرأة كلما تقدم به العمر؟ وما حقيقة فوائد لبان الذكر الصحية؟ وهل يدخل في عملية إنتاج المستحضرات التجميلية؟ تفاصيل هذه المواضيع وغيرها تشاهدونها في حلقتنا اليوم من سيدتي، ونذكركم بمشاركتنا أبرز تعليقاتكم من خلال هاشتاغ برنامج سيدتي. أسعد الله مساءكم مشاهدينا، أكيد في حلقتنا لليوم مميزة كالعادة وضيوف مميزين، وأكيد نبدأها بأبرز الأخبار مع زميلتنا ريم. هلا وسهلا بك يا مها. ابتكرت الطالبة الإماراتية سارة الكندي سريرا ذكيا يحمي أصحاب الهمم وكبار السن عند وقوع حرائق من خلال تطبيق مرفق مع السرير يبعث رسائل إلى أولياء أمورهم وإدارات الدفاع المدني مع تحديد موقعهم. أوضحت أن السرير يحتوي على جهاز كاشف للحرارة والضوء والدخان، يغلق أوتوماتيكيا على الشخص عند وقوع حادث الحريق، وهو مزود بقوارير ماء وفتحات تهوئة منعا لانعدام الأكسجين. بيعت مذكرات مكتوبة بخط اليد كتبها العالم آيزاك نيوتن بمبلغ 378 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من مليون ريال. تحتوي هذه الملاحظات على مجموعة متنوعة من الموضوعات التي التزم الصمت بشأنها خلال حياته، منها تأملاته حول الفلسفة الطبيعية والكيمياء وحتى نهاية العالم. طفل بريطاني نجا من نوع نادر من السرطان شخصه الأطباء حتى حين كان في رحم أمه وقبل ولادته بأسبوعين فقط، مما أجبرهم على إجراء ولادة قيصرية، وبعد بلوغه 5 أسابيع خضع لجراحة استئصال خطيرة، ومن بعدها شفي تماما من السرطان. يعتبر أصغر الحاصلين على جائزة نجمة الأطفال والشباب من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بعد معركته مع السرطان. كشفت إحدى الشركات في كاليفورنيا عن سيارتها الكهربائية الجديدة والتي تعمل بالطاقة الشمسية، تدعي أنها لا تحتاج إلى الشحن، وتحتوي السيارة على مصفوفة شمسية في سقفها تساعد على تشغيلها. استغنى أحد مطاعم هونغ كونغ عن موظفيه وقرر تعيين أصحاب الهمم. أصبح المطعم مؤسسة اجتماعية تدار بالكامل من معاقين جسديا أو عقليا، وصرح مؤسس المطعم أنه من المهم مساعدة أصحاب الهمم لإدماجهم في المجتمع، مؤكدا أن موظفا أصم يدير قسم المشروبات، كما يقوم موظف مصاب بالتوحد بتعريف الزبائن بالأطباق المتوفرة. إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية لليوم. لا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا من خلال هاشتاغ برنامج سيدتي. انتظروا المزيد ولكن بعد الفاصل.
اتباع نمط حياة صحي لا يعني بالضرورة القيام بتغييرات جذرية، فبعض اللمسات البسيطة والاهتمام بقليل من التفاصيل كفيلة بالشعور بتغييرات كبيرة على مستوى الصحة واللياقة والوقاية من الأمراض. ومع استعدادنا لاستقبال العام الجديد، من المهم أن نبدأ بتغيير بعض العادات الصحية الخاطئة واتباع نظام صحي. نتكلم أكيد بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة وجدان قطب، أخصائية التغذية. أهلا وسهلا بك أستاذة وجدان، يديك العافية. الله يعافيك. طبعا إحنا مقبلين على عام جديد، وأكيد دائما في كل بداية عام نحس أنه أنا بدي أغير، بحط أهدافي، واحد من أهدافي أني أنا أبغى نمط صحي ورياضة وحياة صحية أكثر. فإيش هي الخطة أو خطة النظام الصحي اللي المفروض أننا تكون في جدولنا؟ شوفي، احنا الحمد لله انه 2020 بدات ترجع الناس للنمط الصحي. صح، يعني علمتنا كيف انه احنا نقوي مناعتنا، علمت الناس انها كيف تهتم في نفسها شويه. كثير من الناس كنا نقول لهم من زمان، نقول قووا مناعتكم، ضاعفوا مناعتكم، انتم ضعيفه، حاولوا انه تضاعفوا قوتها، قووها بشكل مناسب. كان الكل يقول لك الحمد لله بما انه امراضي خفيفه فما حأمرض، الحمد لله أموري طيبة. هنا لما جينا مع الفيروس الجديد انقلبت الناس كلها، خافت، خافوا أنه ينصابوا، فقالوا إيش اللي حيقوي لنا مناعة؟ قلنا لهم ابتعدوا عن التدخين، مارسوا صحة، يعني أشياء صحية، مثلا الاجتماع العائلي لأنه بيخلي الإنسان حتى نفسيا كويس. نمط غذائي صحي، مش لازم معناها نمط غذائي صحي أنا مرة أشد على حالي، لكن يكون فيها موازنة، تناول خضروات، تناول فواكه، طبعاً الابتعاد عن المعلبات، الابتعاد عن الأشياء المصنعة. السمنة طبعا هذه شيء مرة خطير جدا، لأنه هو اللي بيسبب لنا أمراض كثيرة. فهنا بداية أنه الواحد يعمل نشاط بدني، يكون عنده ممارسات بدنية حتى لو في وسط البيت. يعني هنا بدأنا نغير شوية في الناس، بدأنا نقول لهم إيش الأشياء اللي ممكن تقوي لهم المناعة، مش مجرد أنت تسوي الخلطة هذه اللي يقول لك تقوي لك المناعة، أنت أخذتيها اليوم وبكرة معناها خلاص أنت قوت لك المناعة الشهر. لا، هي ممارسة الشيء والمداومة عليه. بدأت الناس تتغير. جينا على بداية دحين سنة جديدة إن شاء الله، فإحنا بنقول لهم لازم يكون عندهم أهداف تكون واضحة. أهم حاجة وفي الدنيا كلها شرب الموية، طبعا الناس هذه مو مستوعبتها. شرب الموية، ممارسة نظام غذائي صحي، تناول خضروات وألياف، تناول فواكه، تناول مثلا البروتينات والكربوهيدرات بمحدودية. يعني لازم الواحد يعرف هو قد إيش الكمية اللي حياكلها وليش. هل هو إنسان رياضي؟ هل هو إنسان مجرد جالس في البيت؟ يعني إحنا الحين حتى المعلمات اللي صاروا في البيت صار استهلاكهم للطاقة يختلف زي أول. أول كانت بتنزل وبتمارس إنها تدريس وتروح وتيجي وبتخرج من فصل لفصل، الحين صارت عندها الحركة أقل. فهنا لازم هي تبدأ تحسب السعرات اللي هي بتاخدها. مهم جدا أنه كمان الابتسامة، لأنه بتزرع في نفسنا أشياء جميلة جدا بتخلي أنت حتى مودك يتغير. أنا أحيانا لما بيجوني أقول لهم ترى يا جماعة أنت بس مجرد تطالع في نفسك في المراية وتبتسمي ترى بيقلب لك المود كله، بتلاقي نفسك متقبلة حتى الأشياء اللي ما أنت حابة تأكليها. ناس كثيرة ما تحب تأكل سلطات، داخلين إحنا دحين في الشتاء تلاقي الناس تبعد عن السلطات والفواكه. لا يا جماعة محتاجينها، يعني بداية سنة أصلا باردة، محتاجين أنه نغير هذه الأنماط، يعني نتوجه لأشياء صحية عشاننا إحنا. والحمد لله السنة هذه كفيلة كانت أنها علمت الكل كيف يقوي مناعته، كيف يثبت لنفسه أنه هو صحي أو لا. حتى صار فيها أنه صار الأهالي قدوة لأولادهم، بعدوا عن الغازيات، بعدوا عن السكريات، اهتموا أنهم يأخذوا الأشياء الطبيعية، صار الكل بيطبخ في البيت، اتعلموا يبعدوا عن الفاست فود والأشياء الغازية. كثير 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 يعني تغيرت المصطلحات هذه في المفاهيم. صحيح، اتفق معك. يعني كثير ناس ما كانوا يدخلوا المطبخ، فجأة صاروا شيفس، الناس العالم كلها صارت شيفس، طلعت المواهب. طلعت المواهب. وجدان، طيب يعني شوفي، هي النية موجودة، طيب النية موجودة انه احنا نبدأ سنة جديدة ونتغير. حتى الصحي، حتى الانسان الصحي ليش ما يصير صحي اكثر؟ صح، يعني ما في ليميت، ما في ليميت، ما يقول والله انا هو مره كويس بس ممكن تصير افضل. إيه، لانه هو نمط حياه. 100% اتفق معك، لكن المشكله في الناس اللي تعودوا على الفاست فود، تعودوا على السكريات، تعودوا على الجلسه، عدم الحركه والى اخره. هذول كيف نقطه البدايه عندهم؟ كيف احنا نعطيهم البوش هذا؟ البوش يكون بانه احنا ما نمنع تماما، لانك انت لو جيتي قلتي لهم انت وقف مثلا الغازيات ووقف الفاست فود، مش هيتقبله، لانه انت بتمنعيه عن شيء هو يحبه، وكل ممنوع مرغوب. مرغوب ايه. فاحنا نجي نقول له قلل، يعني مثلا في الحميه الغذائيه ما نقول له ممنوع تماما، نعطيك وجبه مفتوحه، نعطيك احنا ليش احنا كاخصائيين تغذيه نجي سددوا اقاربه، فنجي نقول له
نعطيك وجبة مفتوحة، نعطيك يوم مفتوح، فبنحاول أنه نخليه يكون عنده حافز أنه أنا حأجي أسوي. أنت عارفة لما يجي اليوم المفتوح وبياخذ مثلا وجبة بيقول جاني تأنيب ضمير أنه أنا أكلت شيء اللي سويته طول الأسبوع خربته في وجبة ولا في يوم، فتاني أسبوع يقول خلاص أنا ما أبغى وجبة مفتوحة، ما أبغى يوم مفتوح. هنا تبدأ النفس، يعني هو جلد للذات. فهنا يبدأ الإنسان يقول خلاص أنا تعبت طول الأسبوع وحارم حالي وأنا ماسك حمية صح، أجي أخربها في يوم، أقول له معلش خلاص يعني أنت عشانك أنت. يقوم يرجع يقول لا خلاص أنا ما أبغى. فهنا يبدأ الإنسان يتعود. بعدها نقول له أوكي في اللايف ستايل حقتك تدخل يوم في الأسبوع، خصوصا إذا شاف فرق وجدان. أيوة إذا شاف فرق في النفسية، في الخفة، في يعني أحيانا لما ناكل فاست فود تحس بتخمة ما ودك تحركين، بس أحس بسعادة الدهون. بسعادة. أي سعادة، سعادة وأنت تاكلين بعد ما تخلص الوجبة ما في تخمة. صحيح. فعشان كذا لما نيجي نقول لهم بعد كذا إذا أكلتها مثلا روح أمشي زيادة، روح عوض، اتحرك، فيصير فيها نعطيله اللي هي زي نقول تريكس شوية. هو يعرف كيف يسيطر على حياته. يعني في الأول هو حيمشي معك شهر شهرين ثلاثة، بعد كده خلاص حيتعود هو كيف يمشي أموره. طب إيش هي أكثر العادات السلبية اللي لازم نبتعد عنها وتكون خلاص إحنا متعودين عليها لكن الآن نحطها في القائمة إنه هذه إكس ولازم نبتعد عنها؟ قلة شرب الموية، لأنه هذه مهمة بالذات في الشتاء. الواحد مره ما يحس. ايوه يقول لك ليش؟ لانه يقول لك مع البرد ما ابغى اني اروح اشرب مويه كثير. المويه مهمه، النشاط البدني. وطبعا زي ما قلت لك نوعيه الاكل اللي قاعدين ياكلوه، احنا اذا ربطنا هذه الثلاثه مع بعضها احنا امورنا تمام. لانه اذا انت اكلتي اكل وصحي وحتى لو دخلتي فيه شويه اشياء مو صحيه وتحركتي وبتشربي مويه، الدوره الدمويه نشيطه، بتحرق جسمك، بيكون الايض عنده تمام، معناها المخرجات عندك تمام، معناها امورك تمام في السليم. لكن مجرد تاكلي وتجلسي حتلاقي زياده في الوزن، شويه ربع كيلو في نص كيلو، ربع كيلو في نص كيلو، وحتبدا تزيد على مستوى تعالي شوفي نهايه الشهر، بعدين شوفي الشهر الثاني الثالث الرابع. واذا تكدست الدهون، دائما اقول لهم انت كانك بتجيبي برطمان وبتكدسي في الدهون وبتتراكم بتتراكم بتتراكم، لما تيجي تقلبيها الحين بالذات في الشتاء ما حتنقلب. ليه؟ لانه هي تراكمت وتلجت وجلست. صح. فانت لازم اول شيء تذوبي هالدهون وبعد كده تخرجيها من الجسم، فعشان كده بتاخذ وقت اطول. فالناس مش مستوعبه انه تراكمها سريع واخراجها بطيء جدا. ليش؟ لانه بياخذ وقت، لانك تحلليها هي تراكمت وتشبعت في بعضها، بعد كده عشان تفككيها تاخذ وقتها وبعد كده تنحرق وتخرج من الجسم. طيب وجدان يعني يمكن كثير من الرياضيين تحديدا واللي يشيلون أوزان أغلبهم لا بنات ولا شباب، تلقي همهم وشغلتهم الشغلة البروتين. صحيح. في كل وجبة في يومي أبغى بروتين، هل هذا الكلام صحيح أو غلط؟ وهل كثرة البروتين، لأنه يمكن في شغلة يمكن كثير ما يعرفونها أن البروتين موجود حتى في الخضار وحتى في أشياء نشربها، والبروتين موجود. صحيح. في الجبن، في هذه الأشياء، فهم يعتمدون اعتماد كلي على البروتين، هل ممكن يكون ضار؟ الزيادة حتضر. كيف؟ فأنت شوفي هم كل حتى الرياضيين كل شخص له احتياج معين من البروتين. إذا جينا مثلا هو رياضي، حتى الرياضة نوع الرياضة تختلف، هل هي رياضة عنيفة، هل هي رياضة عادية خفيفة، حمل الأثقال يختلف عن مثلا اللي يجري. صح. أو اللي يلعب كورة أو اللي يلعب سلة. هنا نوعية البروتين اللي يحتاجها أو كميتها كمان تكون محدودة، يعني نحسبها على حسب وزنه وعلى حسب نوع الرياضة اللي يمارسها. فجينا مثلا أنت محتاجة مثلا محتاجة 100 جرام بروتين. طبعا هو أكثر من 100 جرام بس إحنا نقول مثلا 100 جرام. البروتين هذا هل هو متوزع على اليوم؟ نجي نحسب له مثلا في الفطور وفي الغداء وفي العشاء. وهل هو بياخذ السناكس؟ وهل هو بياخذ مكمل؟ وهل هو ما ياخذ مكمل؟ فإحنا بنقسم الاحتياج حقه. محتاج 200، محتاج 300، محتاج 400. طبعا هي تختلف على حسب زي ما قلنا الأنشطة والشخص. فأيوة. فأما إنه مجرد إنه في ناس تروح تاخذ البروتين المكمل على طول من يوم ما تسجل في النادي وتروح تاخذها، لا، إحنا يعني نصيحة لهم حاول تزيد البروتين الطبيعي من أكلك، زوده في أكلك، خليه أول 3 إلى 6 شهور طبيعي من أكلك، وقد ما تقدر ترفعه حيترفع، حيوصل لمراحل مرة كويسة. الحين الناس اللي بياخدوا اللي هم كمال الأجسام، هذول اللي ممكن ياخدوا يوصل لمرحلة اللي هي زيادة البروتين بزيادة والهرمونات والأشياء هذه. لكن الناس العادية الرياضية تقدر تغطي احتياجها اليومي من البروتينات الطبيعية. بس هم يقولون إحنا نأخذه على شكل مكملات عشان امتصاصه يكون أسرع، تحديدا في أول نص ساعة أو 45 دقيقة بعد التمرين. إذا عندك مشكلة في الامتصاص عدل الامتصاص. معناها نروح نعمل تحليل بسيط ونعرف إيش الأملاح المعدنية اللي ناقصة عندنا، الفيتامينات، الأملاح، المعادن، ونشوف إيش اللي ناقص عندنا ونكمله.
حلو. ونكمله يعني مع الوجبة إيش النوع اللي أحتاج معه؟ محتاجة مغنيسيوم دخلنا مثلا صح. موز دخلنا، تمر دخلنا، في فسفور، في يعني نبدأ نحاول طبيعيا. زمان ما كان في مكملات، وكانت الناس ماشية وكانت بتلعب رياضة وبتلعب كورة، لأنه زمان كان الأكل عضوي أكثر، كانت كل كان أنضف شوية، كان ما كله طبيعي. بالضبط. بس شوف الرياضيين بيحاولوا يبتعدوا عن هذا كلهم، بيخافوا على نفسهم، بيحافظوا على صحتهم، فبيحاولوا كل أكلهم يكون شوية عضوي وطبيعي. صح، كلنا والله صراحة يا دكتور، يعني صراحة أوكي الهدف موجود وعارفين أنه في لايف ستايل نبغى نغيره، أكل صحي ومفيد، لكن هو ده الدافعية، هو أنا من فين حأجيب الدافعية هذه، أو أنا من فين يجي أجيب اللي هو الشعور أنه أنا الحماس ده، أنه أنا خلاص أنا هذا حطيته كيف قرار. الناس في 2020 تحمست مع أنها ترفع مناعتها وغيرت النمط حقها، صح. لازم تتعود انه خلاص انا لازم يكون عندي تغير ايجابي كل فتره، يكون عندي يعني شوفي ما اقدر اغير من رقم صفر الى رقم 10 فجاه، فهي تمشيها بالتدريج، هي كانها درجات، صح. فانت امشي من خطوه لخطوه، كل ما عديتي خطوه انت انجزتي، كافئي نفسك انك انت انجزتي وعدي للخطوه الثانيه، كافئي نفسك وعدي للخطوه اللي بعدها، حتلاقي الامور تمشي اسهل. فهنا الناس تتقبل الايجابيه اللي صايره تدخل في حياتها، وبتلاقي انها تغيرت وصارت احسن. اكيد. طب يعني الحين على السنة الجديدة، هو هذا الموضوع اللي احنا نبغى نتكلم فيه ونبغى نستفيد منك وجدال على السنة الجديدة، انت ايش تشوفين الاشياء؟ طبعا احنا الحين يعني في جائحة تقريبا، ويعني ان شاء الله الله لا يقوله، لكن ممكن ان يكون في اشياء كثير تأثر علينا، غير الجائحة، غير البرد، غير الجلسة في البيت، غير أنه حتى الصحيين يمكن صاروا أقل صحيين بسبب أنه ما في دوام مثلا، بسبب أنه جلسين في البيت، النوادي ممكن تقفلت، أشياء كثير تغيرت في حياتنا. يعني في ناس اللي يعني عزيمتهم قوية ممكن تغيروا للأفضل، وفي ناس اللي استغل الموضوع يقول لك هي فترة راحة لي، فترة راحة بالضبط 100%، بس زادت أوزانهم، زادت أمراض، في ناس خافوا على نفسهم اهتموا فترة، صح. فإحنا هنا نقول لهم إحنا بادين بداية جديدة، بادين بداية حياة وسنة جديدة، لازم نتعلم من اللي فات إنه إحنا نقوي في اللي جاي 100%. الأكل صحي، نبتعد عن المعلبات، نبتعد عن المواد الحافظة، نحاول نقلل من الفاست فود، نعود حتى أولادنا إنهم أكلنا وشربنا يكون شوي نوعية، في تنوع الألوان حتى في الوجبات الغذائية مهمة جدا، لأنه كل لون من الوجبات أو من العناصر الغذائية إذا كان الألوان هذه تنوع الطبق، العين تأكل إحنا نقول، وفي نفس الوقت كل لون له فائدة وله قيمة غذائية مختلفة. وفي نفس الوقت شرب الموية نعودهم عليه، الحركة، وما ناكل قدام التلفزيون عشان يصير في عندنا خمول كل ما احنا جالسين وبناكل وبناكل وبناكل، هذه كلها عادات سيئه للاسف بنسويها كثير يعني، ونبدا نعود انه حتى انت شوفي فتره الحجر كان في مشاركات عائليه في العاب جميله جدا، فهنا حلو انه نبدا نقويها نقويها. يعني يمكن احنا ما نعرف ايش الفتره اللي جايه علينا، لكن احنا نقول انه الفتره هذه احنا نقدر نقوي الفتره الايجابيه اللي كانت في حياتنا في 2020، فاحنا بالعكس نستفيد منها ونزيد نزيد نزيد في الأكل، نزيد إنه اهتمامنا بنفسنا، اهتمام الناس اهتمت بالشعر والبشرة واهتمت بالجماليات، اللي زادوا أوزانهم خافوا على حالهم وبديوا أوكي لا نلجأ لأشياء، طيب كيف ندخل أكل صحي، كيف ندخل السلطات، كيف نبدأ نمارس أنواع من الرياضة لشد الجسم، لحرق دهون، هنا المختلفة اللي صار، فإحنا هذا المفرق اللي كان عندنا نقدر نكمل عليه وناخذ الجانب الصحي، وزي ما قلنا ستيب باي ستيب ودرجه بعد درجه، هتلاقي نفسك وصلتي لجسم صحي، واحنا ما يهمني وزن مثالي، انا يهمني جسم مثالي، صح. لانه كل ما كان الجسم مثالي معناها هو كان بعيد عن الامراض، كان قوي في المناعه، كان يبتعد عن السلبيات، فكل ما لقيتي نفسك في جسم مثالي او جسم صحي معناها انت تمام. جميل. يعني كل كلامك حلو، بس انه مشكلتنا كمان يعني حتى لو وفرنا الاكل الصحي وبدانا ناكل صحي وزي كذا، لكن مشكلتنا في الحركه، تلاقي الحركه عندنا قليل، زي ما ذكرتي في ناس بتشتغل من البيوت، الطلبه في البيت، هذه المشكله كمان، مشكله الحركه بتاثر علينا وشتاء وبتاثر على نفسياتنا، يعني ما بنتحرك، طب احنا كيف نخلق هذه الحركه او هذه الرياضه؟ في ناس يقول لك انا امل في البيت ما ابغى في البيت، لا تقولي لي في البيت، لا تقولي في البيت، اطلعي في السطوح، اطلعي في الحوش، امشي في الحاره، اي حاجه سويها، عرفتي؟ حتى البايسكل يعني اطلعي انت والاولاد حتى لو في الحاره، شيء بسيط وجميل وحلو، مشي منها انك انت غيرتي لهم جو وطلعوا معاكي، حلو انه صار فيها مشاركه. من جهه ثانيه كمان حطي في بالك انه الشتاء دائما يجيب خمول، صح،
عندك انت نقص في الهرمون السعاده اللي هو السيروتونين وزياده في الميلاتونين وفيتامين د بينقص لانه طبيعي الواحد ما بيتعرض للشمس. فهذا يسموه اكتئاب الشتاء، بس احنا نبغى نبعد عنه لانه الساعه البيولوجيه بتتغير، لانه النوم بيصير الواحد بيحب انه ينام اكثر في الشتاء، فاحنا نحاول انه هنا سدده وقاربه. عشان كذا لازم نحاول نبعد عن هذه الاشياء، نكثف رياضاتنا. ابسط شيء وانت بتكلمي في الجوال اتحركي، امشي، خلي حركتك في البيت غير شغل البيت غير كذا، حاولي تنوعي انه يصير عندك حركه في اليوم. صح، يعني حلو انه بعد الواحد يستغل جلسته في البيت مع اهله. من ضمن الانشطه صرنا نشوف عوائل يدخلون المطبخ، العائله صح. كلها دخلت المطبخ وقاعدين يسوون اللي وجبه، واللي بيغسل واللي بينظف 100%. فهذه ممتعه ترى بالضبط، فهي منها مشاركه نفسيه ومشاركه تغذويه، فصار كل واحد حابب انه هو يبدع في شغله. اكيد وجدان قطب كالعاده أثريتينا في هذه الفقرة، وشكرا على كل النصائح، وإن شاء الله يا رب إحنا والمشاهدين نمشي عليها وتكون حياتنا كلها صحية ويكون نمط حياة صحي. شكرا لك يا رب إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا، لا تنسون تتفاعلون معنا عبر هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي. فاصل بعد المكملة. واجه بعض المبتعثين لدى عودتهم لأرض الوطن صعوبة في التأقلم مع الحياة الاجتماعية، خصوصا من أمضوا فترات طويلة نسبية في الخارج، حيث يقل اختلاط بعضهم بالمجتمع. واليوم راح نتكلم عن مدى تغيير حياة المبتعث حين عودته لأرض الوطن، وأكيد نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الغانمي مختص في شؤون الابتعاث. حياك الله ومساك الله بالخير أستاذ أحمد. مساك الله بالنور، وأشكركم على الاستضافة وأرحب بالسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. خلينا نتكلم عن فترة الابتعاث أو حياة المبتعث بشكل عام وتأقلمهم في المجتمع في بلد الابتعاث. أولا احنا كشعب سعودي او كمبتعثين سابقين محظوظين بقيادة حكيمة اهتمت في الانسان اولا، من ضمن اوجه الاهتمام هو الابتعاث. فتأقلم المبتعث مع المجتمع لما في بلد الابتعاث يبدأ من تهيئته نفسيا قبل السفر. انت رايح المجتمع اخر، انت كمبتعث عمرك 16 سنة على اقل تقدير، ف16 سنة انت عايش بين اهلك وناسك، فلما تروح على مجتمع جديد كليا لابد انك تتأقلم معهم او تهيئ نفسك نفسيا للتأقلم معهم في هذه اللحظة. طب هل التعود على نظام معين في الخارج هو اللي يجعل من الصعوبة على الواحد انه لما يرجع البلد يحصل له صدمة، يحصل له انه لا انا متعود على نظام، متعود على قوانين، انتوا ليش؟ طبعا دائما نسمع انتوا ليش كده، انتوا ليه ما تسووا كده، هناك ما في كده، فهذه هي صدمة يعني تعتبر بحكم انه تعود على النظام هناك. ممتاز، هي اقل من صدمة انه اول ما يسافر لمجتمع اخر، كما ذكرت قبل قليل انه هو 16 سنة على اقل تقدير هنا وذهب الى مجتمع جديد، فالمجتمع الجديد هو عايش فيه 4 إلى 6 سنوات اقصى تقدير في الغالب 10 سنوات. لما يرجع المجتمع نعم هو في فكر جديد فيه، هو في ثقافة جديدة اكتسبها، بس هذا ما يعني انه احنا عند مجتمعنا غلط، ويعني انه مجتمعنا صح فيه سلبيات لكن ما هي ذاك السلبيات اللي ينتقدها، فيواجه قليل من الصعوبة بس أقل تقدير 6 شهور سنة وهو راجع كل شيء كما كان. صح، السلبيات الأمانة موجودة يمكن في كل مجتمع، موجودة في مجتمعهم وموجودة في مجتمعنا، بس الإنسان الذكي للأمانة اللي يروح ويأخذ الأشياء الزينة ويترك الأشياء الشينة ويجيبها هنا. أكيد. لكن أستاذ أحمد خلنا أسألك، بحكم أنك يعني كنت مبتعث لفترة طويلة وبحكم أنك بعد مختص في شؤون الابتعاث، إيش تتوقع تأثير المبتعث لما يرجع عند أهله، أقوى على أهله ولا تأثير أهله أقوى عليهم؟ ترجع شخصية المبتعث طبعا أول شيء، لكن أنا أشوف إن كانوا الأهل متقبلين فكرة إن ابنهم جايهم بفكر جديد، فهو راح يغير في فكرهم، راح يغير في ثقافتهم قليلا ليتماشى مع الثقافة العالمية. ولا ننسى إنه في السعودية الآن انفتحنا على العالم، راح نستقبل أفواج سياحية كثير، فراح نقابل ناس غير سعوديين، فلازم نكون قريبين من ثقافات في أرضية مشتركة بيننا وبينهم. فأعتقد إن المبتعث يقدر يغير الشيء هذا إذا كانوا طبعا الأهل منفتحين على الشيء هذا، متقبلين الشيء هذا. لكن
وكثير منهم راح يواجه صعوبة أنه يقنع أهله بأي ثقافة اكتسبها جديدة. بالفعل، خصوصا يمكن الآن الجيل الحالي ما في فرق، يعني إحنا دولة منفتحة ومنفتحين على العالم، بيقدر نتابع ثقافة الناس التانيين أو الدول الأخرى، التقنيات موجودة وهذا شيء سهل. لكن خلينا نتكلم عن الجيل القديم اللي بتعثوا في السبعينات والثمانينات وحتى في التسعينات، هذولا يعني لما كانوا يجوا بعد حياة 10 سنوات هناك، إيش أبرز التحديات اللي ممكن تواجههم مع المجتمع؟ كنا نتكلم قبل الهواء عن الاختلاف بين الابتعاث في السبعينات والثمانينات الميلادية والآن. ذكر في التاريخ أشياء كثيرة، يعني إحنا ما لحقنا على أيام ابتعاث السبعينات، لكن أنه المبتعث لما يجي من هناك يكون له نظرة مختلفة، المجتمع ينظر نظرة مختلفة أنه جاي بثقافة غربية، تركيبة المجتمع نفسها ما كانت تتقبل موضوع الابتعاث والمعيشة في الغرب، لكن حاليا مع التطور الحاصل في العالم، العالم قرية صغيرة، صرنا نشوف الغرب، الغرب يشوفنا. سابقا في صدمات كثيرة تحصل بين المبتعثين، ما كان في أي وسيلة تواصل يشوف التطور الحاصل في البلد أو من البلد إلى الخارج يشوف وسيلة التواصل بينهم، التطور بينهم. فأعتقد أنه في فرق كبير جدا، لو سألنا أي مبتعث من السبعينات ومبتعث في الجيل الحالي وقارنا بينهم حنلقى فرق شاسع جدا بينهم. طبعا طبعا النفسيات طبعا، يعني لو أنك تشوف أهلك كل يوم صحيح على الفيس تايم أو أي سهولة التطبيقات، بسهولة جدا طبعا، غير لما أنك مثلا تشوفهم مرة كل سنتين أو تجي توصل رسالة مرة كل شهرين، رسالة يعني بريد تستناه يعني طبعا كان صحيح. طيب يعني إحنا عشان ما يصير في صدمة حضارية أستاذ أحمد، ولا يصير في صدمة حتى نفسية، للأمانة كثير يجون ويقفلون على أنفسهم، يقعدون 6-7 شهور ما يبغون يشوفون المجتمع لأن المجتمع مش متقبلهم بعد ما يرجعون. فإحنا عشان نهيئ أبنائنا قبل ما يطلعون عشان يرجعون وهم خلاص مستوعبين وأسهل تصير عليهم، شلون؟ إيش الطريقة الصحيحة؟ أول شيء نبدأ من العائلة. أعتقد أن المجتمع الآن متفتح بما فيه الكفاية لتخطيط المستقبل مما بعد المرحلة المتوسطة. من بعد المرحلة المتوسطة أنا عارف ابني أو بنتي يبغى يبتعث أو يدرس في الجامعات السعودية أو whatever. فإذا كان التخطيط يبدأ من إذا كان التخطيط للابتعاث فهو يبدأ من العائلة تهيئته نفسيا للسفر للخارج والابتعاث وتلاقي الحضارات الأخرى. لكن بالنسبة لجهات الابتعاث من المفترض عليها أن تعمل برنامج ما قبل الابتعاث أو بري ديبارتشر بروجرام، يكون يتكون من جوانب ثقافية، جوانب اجتماعية، جوانب علمية، جوانب قانونية عشان نتفادى الصدمات الحاصلة. للأسف الآن المبتعث أول ما يفكر في الابتعاث يجيب قبوله ويأخذ بعثته ويسافر، كلنا عارفين الكلام هذا، لكن ما في أي تهيئة لا من مجتمع لا من جهات الابتعاث. فأنا أتمنى من جهات الابتعاث أنها تبدأ بنفسها أنها تهيئ المبتعثين لما في مرحلة الابتعاث عشان يستفيدوا منهم كمان لما يرجعوا. أنا لما هيئوا حدمجوا في بيئة راح أستفيد منه أنا شخصيا لما يرجع. أنا أتذكر كانوا يسووا ملتقى قبل الابتعاث يعني لمدة يوم واحد، يعني تذكر جمعونا ودونا كم من محاضرة وعرفونا عن ثقافة البلد اللي إحنا رايحينه وإيش المتوقع هناك، يعني بتحصل هذه الأشياء برضو. بس إنه أعتقد يوم واحد ما تكفي، يوم واحد ما تكفي على قولك صح. ولكن خلينا نتكلم كمان على الصدمة السلبية كمان، يعني في ناس في طلبة وطالبات وهم قليلة جدا ما بيتهيئوا بالشكل الصحيح، لما بيروحوا هناك بتحصل معهم الصدمة لدرجة أنهم ينسلخوا من عباءتهم الثقافية وحتى ممكن تكون الدينية، ويفهموا موضوع الابتعاث غلط ويتجهوا إلى اتجاه ثاني ويتبنوا ثقافة البلد اللي هم فيه، سواء يعني فكريا وأشياء تانية، يتبنوا الصراحة خلينا نقول أشياء ما هي من مجتمعنا، ما هي من تقاليدنا، ما هي من ديننا، وهنا تكون سلبية عليهم وحتى على أهلهم. فكيف ممكن نتعامل مع الطلبة أو خصوصا لما يكونوا صغار في السن، إننا نهيئهم إنه لا انتبه احترس، ترى مو كل شيء تتبناه، مو كل شيء تتوجه لي، كيف ممكن نهيئهم؟ صحيح. هذه برضو لها علاقة في برنامج البري ديبارتشر، إنه يكون لما هيئوا نفسيا على الثقافات أنا ما راح أضمن تقليل الصدمة عليه، لكن
لابد من تفعيل دور الأندية الطلابية في كل المدن. كم صحيح. أعتقد كثير يعرف من المستمعين الكرام أو المشاهدين الكرام أو حضرتكم أنه الأندية الطلابية متواجدة في أغلب المدن الابتعاث. في أغلب المدن مو بس في ولكن غير مفعلة. فيجب تفعيلها بطرق رسمية عن طريق الملحقيات الثقافية، ما نتركها للجهود الفردية. هذه أهم حل أو أهم الحلول لتفادي هذه الصدمات، أو أنه لو شفنا الصدمة نقدر نمسكهم في البداية، نقدر نجعلهم تراجعون عنها بالفعل. لكن لو تركناهم بدون أي مراقبة مجرد آخر السمستر تقرير كذا أنا ما أدري إيش قاعد يصير. وقع الفاصل لازم الأهل دائما يكونوا مع أبنائهم، يراقبوهم، يزوروهم، يتواجدوا معهم كل فترة والثانية. ما نقدر نحث العوائل لأنه كل عائلة ظروفها كم ما يقدر يسافر البعد للابتعاث أو شيء، لكن الأندية هي عائلة الطالب. ممكن صح. الملحقيات هم عوائل الطلاب. فالدور الأول والأخير عليهم نعتبره. أهمية توضيح نقطة أنك أنت سفير بلدك في بلد الابتعاث. صح. وأنت واجهة بلدك. صح. وأنت قاعد تنقل، إحنا مو بس نروح نجيب ثقافة، إحنا نزرع ثقافتنا بالزبط. هناك نوريهم ثقافتنا، نوريهم كرمنا، نوريهم يعني ديننا ومجتمعنا كيف يتعامل مع الناس القريب والبعيد والكبير والصغير باختلاف الأديان باختلاف الألوان باختلاف كل شيء. هذه الأهمية، هذه المسؤولية عفوا تقع على مين؟ تقع على الطالب، أنه هو سفير بلده، لكن من يزرعها فيه؟ يزرعها فيه الأهل جهة الابتعاث من قبل السفر، الملحقيات الثقافية، لكل طالب مشرف دراسي يراقبه دائما لابد أن يزرع هذه الفكرة فيه، دور الأندية الطلابية، المحاضرات التوعوية، الرسائل التوعوية بين الطلاب المبتعثين عن طريق داتابيس الملحقية، هذه كلها لها أدوار مهمة يعني كونفنس ذم انه يكون السفير لبلده او تذكيره انه سفير لبلده، لا ينسى النقطه هذه. ويحمل على عاتقه مسؤوليه كبيره. صحيح. طبعا انت ذاهب للدراسه فقط، وانك تكون واجهه لبلدك ولدينك ولعائلتك، وترجع بعلمك وتفيد وطنك واكيد بخبرتك اللي هناك. شكرا لك استاذ احمد، وشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم على الاستضافه. شكرا لك. مشاهدينا لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي، انتظروا المزيد ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا خلونا نتابع مع مجلة سيدتي تقريرهم الأسبوعي ورصدهم لآخر أخبار العواصم.
قصرك يا بدر البدور. شكرا مجلة سيدتي على هذا التقرير الجميل. أكيد مكملين معاكم باقي فقراتنا لليوم من سيدتي. فاصل بعد مكملين. تفكير الرجل في سن 40 قد يتغير من حيث السلوك والتفكير والصفات، إلا أنه يحتاج للرعاية والحب والاهتمام بشكل مختلف عن المرحلة التي تسبق 40. فهل احتياج الرجل للمرأة يزداد كلما تقدم بالسن، أو ما هو تنوع الاحتياج لهذا العمر عند الطرفين، وكيف هو الإشباع؟ حول هذا الموضوع أكيد وأكثر يسعدنا أن تنضم معنا في الاستديو صديقة البرنامج الأخصائية النفسية السادة فهدى باوزير. مساك الخير، حياك الله. مساء النور يا مها. مساء النور يا عارين. خلينا نتكلم عن الاحتياج اللي يجي في سن 40 للرجل والمرأة على حد سواء. فهدى، طيب تبغين نبدأ في الرجل ولا في المرأة؟ ladies first. خلينا نبدأ بالعكس عشان نرجع للمرأة. لما نتكلم عن الاحتياجات الأساسية أو الرئيسية بالنسبة للرجل بعد سن 40، نحن عارفين أن الرجل في بداية حياته يكون مشغول بتأسيس عيلة وتربية الأبناء والشغل والنجاحات، بعضهم ينهي مرحلة الدراسة، فيكون فترة طويلة في مرحلة تأسيس، كلها بناء بناء. لما يوصل مرحلة اللي ما بعد 40 يكون وضع حجر الأساس لكل شيء. حقق نجاحه من ناحية العمل، حقق نجاحه من ناحية الدراسة، حقق نجاحه من ناحية الزواج، الأبناء وصلوا لمرحلة معينة من العمر، فيبدأ هنا يحس أنه يبغى يكافئ نفسه، أنه زي اللي حيتنفس، حيبدأ الآن يستمتع بحياته أو يبدأ يشوف الحياة بناء على الانشغالات والتراكمات والضغوط اللي هو مر فيها. فيبدأ مرحلة جديدة يبغى اهتمام، يبغى حب، يبغى عاطفة، يبغى دلع، يبغى مشاركة، يبغى أحد يقعد معه، يبغى أحد يسولف له، يبغى أحد رايق له. لكن لما نرجع للمرأة يا مها، الآن المرأة إيش يصير؟ تصير هي مشغولة الآن، زوجت بنتها، زوجت ولدها، تفكر في إيش؟ في أحفادها. فيصير كل اهتمامها إنه بنتي إيش صار عليها اليوم، أحفادها، فتبدأ تهتم بالأحفاد أكثر وتنشغل فيهم وهي مستمتعة يعني بالتجربة، لأنه هذه المرحلة الطبيعية، هذه المفروض الطبيعي يعني. فهي تستمتع بالتجربة هذه، فتصير شوية من شغلة عن الرجل، يعني هي توصل له بطريقة أخرى إنه أنا أهتم فيك ومن اهتمامي فيك أهتم يعني بأولادك وأحفادك. صحيح. إلى المرحلة هذه، لكن الرجل يبقى رجل ويبقى يبحث عن احتياجات الشخصية. فتبدأ المرحلة نحن نسميها، خلينا نقول مراهقة متأخرة نوعا ما، اللي هو يبدأ يفكر بالارتباط، يبدأ يفكر البعض يدخل يعني يبغى يحب، البعض يبدأ يدخل في علاقات نوعا ما، البعض يبغى يهرب من جو المسؤوليات مثلا بكثرة السفر أو أنه يتواجد، يعني أنا بقول لكم أشياء واقعية في العيادة، أنه ممكن أن يكون عنده مكان خاص ما هو يلجأ فيه عشان يجلس، عشان يرتاح، عشان يهرب من المسؤوليات.
لكن نحن لو نبغى نوازن بين الأشياء هذه علشان هو ما يتخلى عن مسؤولياته، ولو راح بعيد الأشياء الأساس اللي بنا كلها يعني حتفرط من يده، فلازم نحن نوازن. فما في مانع أنه يصير توازن، يعني الويكند هو يطلع يغير جو، يرجع للبيت وسط الأسبوع فترة وفترة، يسافر يغير جو يومين ثلاثة أيام، لكن ما تكون مدة طويلة أو بشكل متكرر. إذا صار مدة طويلة بشكل متكرر الأبناء والأم حيتعودوا عن أنه يكون مو موجود، فلما يصير موجود بعدين حيصير لهم مصدر قلق أنه تعود أنه هو مو موجود. فحلو أنه نحن نوازن، نشوف إيش احتياجات المرحلة العمرية هذه. الغالبية في المرحلة العمرية هذه يحب أنه يكون عنده يعني شريكة حياته أو رفيقته تكون على طول معه متواجدة متفرغة له. البعض يخاف من إحساس أو الشعور بالفقد خاصة المرحلة العمرية هذه، يخاف أنه إذا هو ما يعني مع أني أحس أن الأربعين يعني بداية الشباب، مو كبير يعني لسه مو كبير بس البعض يبدأ يفكر للمرحلة اللي بعدها أنه لو أنا تعبت، لو مرض، مين حيكون معايا، مين حيكون موجود. فشعور الخوف من الفقد أو هو يخاف من الأمراض أو الخوف أنه يصير فيه أشياء معينة تعبوا نفسيا. طب أنا اللي بدي أعرفه، هل الآن هذه الحاجات، الاحتياجات، الرغبة أنه يبدأ حياة جديدة، هل هي جزء من طبيعة الرجل يعني نفسيا وعضويا هو كده، ولا هذه حالة عارضة تجي لبعض الرجال، ولا هي كلهم حتجي عليهم بالحالة؟ هي حاجة نفسية موجودة في طبيعة الشخص، تمام. لكن في بعض الناس يتمشي عليهم إذا كانت حياتهم من البداية مستقرة، وطريقة تربيته والظروف اللي مر فيها والمعاناة كانت مستقرة، حتكون إيش ما بعد الأربعين تكون أمور مستقرة. لكن إذا كان هناك في مشاكل وفي أشياء كثيرة، طبيعي إنه في النهاية حيكون إيش متعب. البعض تلاحظين ممكن إنه يأخذها بطريقة لطيفة، طالما إنه عنده وقت فراغ وإنه مرتاح يبدأ يهتم بصحته. لو تلاحظين يبدأ يهتموا بالنوادي، يبدأ يهتم بصحته، يبدأ يهتم بالرياضة، يبدأ يهتم بأكله، يبدأ يهتم تحسين بنمط حياته أو ستايل حياته. البعض يبدأ يهتم بمظهره، تمام، لأنه صار الآن متفرع أكثر من أول. فناس كذا وناس كذا. بدأت علامات تقدم بالسن يمكن تظهر، فعشان كذا يصير يروح أحلى العيادات، أحلى الكريمات، النوادي، الأكل الصحي. فممكن أن هذا بعد عامل، فهذا يجيبنا لموضوعنا اللي يمكن كثير نشوفه في مجتمعنا. يوصل سن معين، كون عائلة، كون نفسه، درس، اشتغل على نفسه، خلاص هو يحب يخرب بيته بيده. شكرا. بالضبط. والله ما ينبسط كذا، خلاص كل شيء عندك، رب ادك كل شيء، عيله، ابناء، عمل، منزل، لا انا لازم اخربه، لازم اخرب وادور واحده اصغر مني بعشرين سنه. صح. وتزوجها واقول لها يعني الشاطر فيهم يقول لها لا تجيبين عيال، هذا الشاطر يقول لها لا تجيبين عيال. في بعضهم لا، يبغون يجيبون عيال عشان يحس انه شباب. ويجون عياله اصغر من احفاده. صحيح. فانا يعني حابين نعرف ايش التفسير النفسي لمثل هذه التصرفات، وليش، ايش يبغى يثبت؟ يبغى يعني غالبية الرجال يبغى يشعر انه ما زال هو لسه يعني في شبابه، في قوة شبابه. هو بس بالزواج، بس بالزواج يشعر بشبابه يعني ممكن. ما ينفع يعني، طب هو متزوج اوريدي ومرته واولاده، فهو فكرة انه يتزوج الثانية او انه هو يبغى يشعر بالشعور هذا، تفكروا؟ يعني في اختيارات كثير، بالرياضة، بالنجاح، بوجودك مع أبنائك، فرحة أبنائك معك، فرحته مشاركتهم في الحياة. يبغى يشعر برضو من الطرف الآخر إنه هو مرغوب من الطرف الآخر. طب هل زوجته ما تكفي إنها تحسسه بهذا الإشباع يعني، إنه ولا دائما يقول لك أنت كبرتي، انت كبرتي، انا لسه ابغى اشوف لي واحده صغيره. تلقينها هي اصغر منها بعشر سنوات. يعني طب انت اكبر مني اصلا بعشر سنين. بس الحمل والولاده والاشياء اللي ممكن تاثر على المراه، والمراه عاطفيه وغير كذا، يعني ماخذه دور الام، ماخذه دور الاب، لانه انت تسافر. حكيمه وعقلانيه. ما هي مراهقه ترجع لعيال زمان. هو يرجع يفكر احتياجاتها. ما هي لهالدرجه انانيه في هذا الرجل.
ممكن ولا ممكن نصنفها أنانية؟ بعض الرجال يشعر أنه أنا ما قصرت معاهم، سويت لهم، حطيت لهم، فعلت لهم، والآن ماديا من حقي ماديا، والآن من حقي أني أنا أعيش حياتي. أنا هذا اللي استغربه، إيش حكاية من حقي؟ أنت ليه هو ليش أنت شايف أنه سعادتك ما هي مرتبطة بهذه الأسرة اللي أنت كونتها ونجحت فيها عليها، وعندك أبناء؟ ليش تحس أنه من حقي أني أدور واحدة تانية؟ ليش؟ ماني فاهمة هذا المبدأ صراحة. هو لو هو فعلا ريم، لو طالما أنك تعبت على الشيء هذا ابقى مع الشيء هذا، لكن انك تشعر انه انت من حقك تروح يعني طريق ثاني، ما ادري يعني صراحه. حتى تجارب العياده وخبره العياده كثير لما اشوف صح يتزوج ويرتبط ويجلس معها فتره ويدخل في دوامه ثانيه الواحد شغله. ايش اكثر الاسباب يعني بحكم خبرتك في هذا المجال وبتشوفي يعني كثير، اغلب شكوى الرجل لما يوصل لهذه المرحله ايش شكوته؟ ليش يرجع انه يتزوج لزوجه ثانيه؟ يقول لك ابغى واحده تونسني، ابغى واحده تسولف لي، ابغى واحده تكون معايا على طول، يبغى واحده تكون يعني هو يشتكي من زوجته انها ما بتوفر له هذه الاشياء. زوجتي يقول لي مشغوله مع احفادها، مشغوله مع بناتها. طيب قلت له بناتها بناتك واحفادها احفادك، يعني في مرحله استمتاع حلوه كمان الان اللي هي مرحله الاحفاد هذه. بالضبط هي متعتها حلوه صح. بس ما أنانية الرجل يعني الرجل يفضل الرقم واحد عنده انه انا لازم اربي البي رغبتي. طيب لبي رغبتك وانت معاهم زي ما قلت يا ريزا. طيب جميل. طيب يعني قد ايش ممكن ان هذا الشيء يأثر على نفسية المرأة؟ وهل فعلا لما نوصل هذا العمر نصير اكثر حساسية؟ نرجع زي يعني دائما يقول لك لما يكبر الشخص يرجع كنا طفل. ما ادري هذه المقوله صح ولا غلط انها تنقال، لكن فعلا الاشخاص اللي فوق الأربعين وحتى فوق الخمسين حساسين مره، يعني الكلمه تاثر فيهم، الوجود ياثر فيهم، الاشياء المعنويه مش الماديه قاعده تاثر عليهم. فهل هذا عند كل الناس؟ طيب برافو عليك يا مها، بس خلينا نتكلم من ناحية المرأة اللي بعد سن الأربعين. سبحان الله المرأة بعد الأربعين تصير كذا مروقة، تحس انها ربت الاولاد وكبرتهم، وصلت مرحله هي الان رايقه عشان نفسها وتستمتع. وفعلا كثير شفتهم بالعياده عندي تبدا تشترك بنادي، تبدا تهتم هي بجمالها، تبدا تهتم بالفيلر بالبوتك، تبدا تهتم كل شيء، تقول لك عشاني انا مو بعشان الشخص اللي موجود معايا. تبدا عندها حبها لنفسها لكيانها، فتعطي اهتمام لوقتها. اذا كان عندها طموح ما كملت تكمل دراستها، اذا في اشياء معينه تبغى تطورها ترجع صداقاتها، علاقاتها، ترجع تبني علاقات. اول ما كانت تقدر عشان الاولاد والطلعه والخرجه، الان تحس ان هي حره طريقه، فترجع تكون علاقات، تخلق لها مجتمع جديد هي تستمتع فيه. انا اشوف المراه اكثر متعه في المرحله العمريه هذه، فتصير رايقه مروقه وتبدا تعيش حياتها، تعوض نفسها الاشياء اللي نقصتها، فتبدا تهتم سواء بنفسها سواء باللي حولها، لكن تركيز على ذاتها مره كبير. طب هل نقدر نقول انه في هذه المرحله العمريه بما انه السيده تصبح متفرغه اكثر، ممكن انها تتفرغ للرجل والرجل ما يبحث عن اشياء اخرى خارج المنزل؟ خلينا نقول ممكن يوصلون للمرحله هذه، لكن ممكن انه يكون التراكمات اللي بينهم من سنين لما يجلسوا مع بعض تصير بينهم مشاكل، يصير بينهم تاتش، يستفزوا بعض، فما يتحملوا التواجد مع بعض نتيجه التراكمات. احيانا تكون ملفات قديمه، احيانا طبيعه المراه لما تجلس تفتح ملفات الاول والتالي، ويصير هو يوصل مرحله خلاص ما يبغى الزن، ما يبغى الكلام، ما يبغى نقد، يعني هو حساس وهي حساسه، هي تبغى تبرد خاطرها وهو ما يبغى يسمع اي نقد، فيبغى يسمع مدح، ثناء، كلام حلو. حلو، هذه هي الرساله اللي نبغى نوصلها لمدلعيه، يبغى الرجل في الأربعين يبغى يتدلع. بالضبط يا ريم. استاذه فهده شكرا لوجودك معنا اليوم. وانا استمتعت فيكم، شكرا ريم. شكرا يا مها. شكرا لكم. مشاهدينا لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي. انتظروا المزيد بعد الفاصل. كثرت الأقاويل عن استخدام طبعا لبان الذكر
في الوصفات الغذائية والعلاجية حتى وصلت لاستخدامها في المستحضرات التجميلية، وكذلك البخور، ولنتعرف على حقيقة فوائد لبان الذكر. معنا الدكتورة ريما سلمان أخصائية التغذية. مساك الله بالخير. مساء النور، يا هلا فيكم، الله يحييكم. طب دكتورة ريما، حكينا عن الفرق بين لبان الذكر والصمغ العربي، لأن في كثير ناس ممكن ما يعرفون إيش الفرق. أوكي، الفرق بداية من مصدر النبتة نفسها. عندك لبان الذكر جاي من شجر اسمها البوزويلة، أما الصمغ العربي جاي من شجر اسمها الأكاسيا. طبعا دي بتنمو في منطقة ودي بينمو في منطقة. لبان الذكر مشهور جدا في مناطق الهند، في أفريقيا، في الشرق الأوسط، أيضا يوجد كمان في عمان، في اليمن. مفيد جدا في حالتين، ممكن ان احنا نستخدمه استخدام وفائده داخليه، وممكن ان احنا نستخدمه في استخدام اخر خارجي. خلينا نبدا اول شيء من الفوائد الداخليه له. خلينا نبدا في الجهاز الهضمي. بداية في مادة مركبة كيميائية اسمها البوزوليك أسيد، هي التي تحتوي على في لبان الذكر. عندما الشخص يتناولها إذا كان يشكو من أحد المشاكل التالية، اللي هي مثلا انتفاخ، مغص، مشاكل مثلا في القولون العصبي، عنده مشاكل مثلا كرونز ديزيز، أو مثلا عنده مشاكل تقرحات، بيستفيد منها لأنها بتعمل على تهدئة الجهاز أعصاب الجهاز الهضمي. فبتحصلي كمان الناس اللي عندهم مثلا مشاكل انديجيشن، الهضم مثلا بعد ما ياكلوا، اذا اكلوا مثلا وجبه دسمه، لو تفتكري جداتنا زمان كان دائما العلك ده عندهم. أيوة، لازم بعد الاكل على طول كانوا ياخذوه علشان يساعدهم على الهضم. فعلشان اذا كنت ماكله مثلا اكله دسمه، انت عارفه زي اهل زمان كان ما شاء الله لازم السمنه والشحمه يستخدموها بكثره، فتحصلي بعدها بياخذوا علك اللبان ده، هو بتحل لهم زي ما يقولوا زي مويه النهر. بتحل لهم كل المشاكل. هذا بالنسبه للجهاز الهضمي. يجي بالنسبه للجهاز التنفسي، بما انه اتس كالمينج، هو مهدي. فالناس اللي عندهم مشاكل في الأزمة أو صعوبة في التنفس من جراء تضيق مثلا في الشعيبات الهوائية من عند القصبات، وجدوا أن هم لما بيستنشقوا أو بيضيفوا بعض الزيوت العطرية اللي هي منها لبان الذكر إلى الديفيوزر حقهم وبيستنشقوه، تمام، وجدوا أن هم بيقدروا يتنفسوا بكفاءة أحسن. كمان وجدوا الناس اللي عندهم قلة بالنوم، أو مثلا ما هم عارفين يناموا كويس، أو قلق، عندهم قلق، عارف كيف، لما بيحطوه جنبه مثلا، أو بيحطوه ببعض زيوتنا، أو بيدفوه مثلا مع كريمات المسائية حقتهم الليلية إن كانت في بشرتهم، أو يستنشقوه، بيساعدهم على تهدئة الأعصاب. نفس اللافندر، نفس، لا زي اللافندر، نفس الخاصية حقت اللافندر. exactly. تمام، هذا بعلم أو بيسموه مثلا في الأروما ثيرابي. أنت عارفة في تخصص زي التخصص مثلا هو التخصصات الشعبية اللي هي باستخدام الأعشاب مثلا والبهارات، في تخصص الطبية اللي هي بتستخدم الأدوية الكيميائية، في عندك علم الأروماثيرابي اللي هو بيستخدم الزيوت العطرية في علاج الأمراض. طبعا الزيوت العطرية مهمة جدا 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 تخفيفها لما تكون مركزة. يعني مثلا أي أحد يبغى يستخدم لبان الذكر كزيت، أوكي، لما يجي يستخدمه هو بيور مركز، أوكي، هو من الزيوت الحارة، زي زيوت اللي هي بتحصليها زي من الأشجار جاية، بتحصليها مثلا فيها ريحتها حادة مرة سبايسي، فلازم تخففيها بزيوت باردة، مثلا زيت اللافندر، بزيت الجوجوبا، بزيت مثلا كوكونات، أوكي. عند تخفيفها بتصير لطيفة على الجهاز التنفسي، وأيضا لطيفة على البشرة نفسها. ففي ناس مثلا بيجيبوا لك الكريمات الليلية، أوكي، إن كان الكريم المسائي أو مثلا الكريم عشان ترطيب البشرة، أوكي، وبيستخدموا نقطة معاها وبيخففوها وبيحطوها على بشرتهم، ممتاز جدا، لأن هي كمان فيها فعالية أن هي مضادة للالتهابات، مضادة للفطريات، ومضادة للفيروسات. تمام، لما نيجي نقول الأشياء الثلاثة هذه، لما نقول أنتي إنفلاماتوري، تمام، إحنا معروف أن عندنا بعض الناس عندهم مشاكل زي مثلا الروماتيزم، أرثرايتس، أستيوأرثرايتس، الريموتويد، أوكي، هذه المشاكل كلها، أو تصلب في المفاصل. وجدوا أن الناس اللي بياخذوا كمان لبان الذكر نفس الشيء بيساعد أنه بيخفف من الأعراض، لا يعالج، تمام، يعني في ناس كثير بيساعدوا. وجت من فترة، أعتقد من سنتين لو تفتكري، جت الموضة للناس اللي يقولوا مثلا ده بيعالج المرضى مرض السكر، يوقفوا الأدوية حقتهم، أوكي، ويبدأ أنهم ياخذوا. هو عامل مساعد، ولكن علينا أن ننتبه أيضا العامل المساعد هذا ليس علينا أن نخلطه مع الدواء، لأنه ممكن يقلل من فعالية الدواء.
فالناس مثلا بيجوا بياخذوها على بالليل وبيروحوا مثلا بيتناولوا دواء الكوليسترول مثلا اللي هو الستاتين ميديكيشن، ممكن يتعارض بتقلل من الامتصاص حقه. فاذا مهم جدا جدا ان احنا زي ما تقولي نفرقهم عن بعض. بس يعني ما شاء الله فوائد مره كثير لبان الذكر. طب احنا كيف ممكن نستفيد منه كنظام غذائي؟ يعني ممكن ندخله في اكلنا ولا زي ما قلت هي ناخذ ملعقه على الريق او كيف ممكن الطريقه؟ ممكن انك انت شفتي الطريقه مثلا اللي هي ناخذ ملعقه طعام من لبان الذكر على كاستين مويه تمام، وننقعهم من قبل بليله. الصباح ممكن انك انت تاخذي ملعقه منها حطيها في قاروره مويه، او اذا ما تبغي تطحنيه مثلا ممكن تحطي شويه من لبان الذكر في الملعقه في القاروره نفسها. أيوه. وتصير انك انت شفتي كيف علاجه بالمره لما بعد العمليه بس كيف تاخذي بسالك كيف طعمه يعني طعمه مقبول ولا طعمه زي المره؟ لا نفس احسن من المره شويه، المره أوكي. مرارتها زايده عشان كذا يعني مره، ولكن لبان الذكر نفس كيف تاكلي العلك العربي اوكي كيف الطعمه هذه. وانت كمان يعتمد على النوع اللي بتجيبيه، طبعا عشان تجيبي النوع اللي هو هذا لازم يكون خالي الجيد، لازم يكون خالي من الشوائب الكثيره. يعني مثلا اما جاي شفافه او انها دارك ولكن مش مخلوطه كثير. ولو تفتكري لما نيجي ناكل العلك دائما امهاتنا ايش كنا نسوي؟ نخلط الفاتح مع الغامق علشان ما يلصق باسنانك. صح. اوكي فكده بتصير انه الماده موازنة. الفعاله موازنه، عارفه كيف فيها؟ في عندنا كمان خاصيه مره مهمه ليها، وكلنا نبغى الشعور الطويله والزينه مقاوم للتساقط ايوه والبشره تمام. فبتحصل ان احنا اذا ضفنا هذا الزيوت مثلا على نوع الشامبو حقنا، او مثلا استخدمناه بخلطه مثلا مع زيت الكوكونات وفكركنا فيه البصيلات اللي موجوده في شعرنا، حيكافح تساقط الشعر وحيعمل عمليه لتنشيط البصيلات نفسها، فحيساعد في انبات الشعر احسن. فكثير مثلا دحين تحصل الزيوت حقت الشعر بيستخدموا فيها كمان لبان الذكر. اذا ذكرنا فوائده ان كانت على الشعر، إن كانت على البشرة لمكافحة، مهم جدا مكافحة مش بس الشيخوخة والفاين لاينز والتجاعيد، كمان اللي بيسموها الايج سبوت اللي هم الناس اللي بيكون عندهم دارك سبوت الكلف أو ايوه او الكلف. ونفس الشيء مهمة جدا للناس اللي عندهم احمرار او تصبغات في البشرة، ولكن زي ما قلنا علينا نحن نخففه لانه ما ناخذه مركز كثير يكون قوي يمكن. ايوه يكون دكتور ريما. طب يمكن تكلمنا عن انه نحطه في الديفيوزر اللي هي المبخرة، مو المبخرة اللي يحطون فيها الزيوت العطرية. أيوة. عشان البيت في كثير يبخرون في البيت على جمر فحم اي، وكمان في أطباء كثير ومنهم طبيب استضفناه من فترة كان يقول هذا الكلام غلط أنه يأثر على الجهاز التنفسي. فإحنا الحين ما نعرف نبخر بيتنا بالبان لأنه يقولون أنه يقتل البكتيريا في البيت، خصوصا الحين بعد مع الجائحة ومع الوسوسة اللي إحنا عايشينها وقت البكتيريا وحكتلنا معها بالضبط. وفي ناس يقول لك لا مو هذا الكلام غير صحيح ومو كويس، فيليت صحيحي المعلومة. شفتي كيف لما ذكرت لك ما نستخدم الزيوت وهي مركز لأنها بتكون حارة؟ نفس الشيء لما أنت بتجيبيه هو فريش طازة وبتحرقيه كمان على الجمر، أكيد المواد اللي حتسكر حتكون مرة مركزة اللي حتصدر منه، فاستنشاقه حيكون مرة مضر للجهاز التنفسي حتى للعين أوكي للأغشية المخاطية كلها تمام. فإذا إحنا لما نشوف الشيء مفيد المفروض أن إحنا ممكن يكون مثلا مخفف مع البخور اللي بتستخدميه العادي للبيت اللي بتبخري فيه، حطي شوية منه معه زي مستجد كده قليل زي كمية بسيطة. ولكن في ناس كتير أنا فهمت نقطة مها، في ناس كتير بيجيبوا اللبانة هي نفسها وبيحطوها فوق الفحمة أيوة أوكي. صح أو وبيمشوا عارفة هم بيكحكوا إيوة وبيطلع زي تحص أصلا هي فيها قم فيها مادة فيها علك عارفة فتحصليها على طول ساحت على الفحمة نفسها وبتصدر ساعتها لما عند احتراق هذه المواد بتصير تتأكسد زيادة على اللزوم، فمن هنا بتحصلي نفسك صرتي تدمعي صرتي تكحي تمام. فذاتس واي عشان كده أنا بقول لك إنه هو المفروض انه احنا اذا احنا نبغى ناخده نخلطه مع المركبات حقتنا اللي هي اما بنحطها في الفريزر او بنبخر فيها البيوت حقتنا. ومهم جدا جدا ان احنا اي احد بيسمعنا الان وبيتناول عنده امراض مزمنه وبيتناول اي نوع من انواع الادويه عليه انه هو ما يبدا اي شيء اوكي كعلاج بدون استشاره طبيب. مهم جدا. واذا حب انه هو ما ياخذه كعلاج مثلا هو ليس علاج بديل ولكن علاج مساند ويجب ان يكون بينه وبين الدواء الحقيقي فتره من الوقت حتى لا تؤثر على الامتصاص نفسه. شكرا لك دكتور. الله يحييك. مشاهدينا لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي. انتظروا المزيد بعد الفاصل.
في الثقافة الغربية لما البنت تيجي تتزوج يقولوا لها لازم تجيبي something old, something new, something blue, يعني حاجة قديمة وحاجة جديدة وحاجة لونها أزرق, هذه في ثقافتهم. لكن اللي وقفني في الموضوع الحاجة القديمة, ويمكن الشيء القديم له مدلول إنه يجيب الحظ ويسر حياة العروسة الجديدة, وهذا شيء مرة حلو. يمكن حتى إحنا في معتقداتنا إنه الأشياء القديمة والأشياء حقت ستنا وست ستنا نحتفظ فيها عبر الأجيال عشان لما تيجي تتزوجي هذا حق ستك وهذا حق ست ستك تحتفظي فيه عشان تديه لأحفادك, لأنه في نوع من إنه يجلب السعادة أو يجلب الحظ. إيش رأيك يا مها؟ والله صح يا ريم, يعني أنا أتفق معك في بعض الأشياء. الاحتفاظ بالذكريات شيء مرة مهم, وأكيد اليوم سالفتنا مع مشاهدينا عن شيء من الماضي ولا زلت تحتفظ فيه وشيء ممكن تتذكره وفرطت فيه. شاركوا أكيد آراءكم معنا من خلال هاشتاج البرنامج برنامج سيدتي, وكمان هاشتاج السالفة وما فيها. يعني الموضوع طويل وممكن في ناس مؤيدة وفي ناس معارضة, بحيث أنه ممكن يختلط عليهم موضوع اللي هو بالاكتناز القهري. أنا يعني كنت أتكلم في الموضوع هذا من فترة, وفي ناس فعلا عندهم اكتناز قهري ما هو شيء له معنى مرة. يعني حتى مثلا خلينا نقول تذاكر مباراة حضرتها قبل 6 سنوات 7 سنوات تزيد قيمتها يا مها بعد 30 سنة. والله من جد, يعني دائما أقول يا الله كان عندنا كده, يا ريتني احتفظت فيها وخلينا شوية كده ما نرميه. يعني من جد الأشياء القديمة, ما أدري أنا دحين لما بكبر أحس أنه في أشياء متعلقة بالطفولة موجودة كانت يا ريتنا احتفظنا فيها. والآن الأشياء اللي باقية القديمة حقتنا أنا وأخواني وكذا محتفظين فيها, إلا تلاقي عندنا جايبين تلفزيون قديم أو الفيديوهات القديمة أو الأشرطة القديمة دي لازم مخلينا, ولما نشوفها تجيب لنا سعادة غريبة. صح. يعني نجلس كده مع بعض نطل فيها نطل في بعض نقف تتذكروا يا الله كيف وما أدري إيه, في إحساس بسعادة حلو, خصوصا كمان لما يكون ده الشيء مرتبط بشخصية عزيزة عليك, أحد فقدتيه, جدك جدتك تشوفيها تتذكر تقول يا الله جدي كان يلبسها أو جدتي, بتجيب لنا سعادة. صحي, يعني كل ما قدمت فعلا زي ما قلتي تزيد قيمتها المعنوية طبعا, مش قيمتها المادية. كثير مننا يمكن احنا البنات جيلنا مثلا عن جدتي كان في طقم حق صحون او طقم ضيوف, الوالدة الله يحفظها عندها وقالت وانا وخواتي مين اللي ياخذ الطقم لما تتزوج لما تتزوج تاخذ الطقم معها. فشيء مره قديم يمكن ما له قيمه ماديه قويه, لكن قيمته المعنويه انه يا الله جدتي لما تزوجت استخدمت هذا الطقم. ففعلا الاحتفاظ بالذكريات شيء مره عظيم, والذكريات هي يمكن من الاشياء اللي الواحد ما يقدر يعيدها بالضبط ولا يقدر ينساها, فشيء مره عظيم وتدينا احساس وسعاده أكيد. يعني حلوه. طبعا احنا جرينا استطلاع للراي وسالنا الناس عن كيف تشوفوا موضوع الذكريات وكيف بتحتفظوا بالذكريات القديمه. خلينا نشوف هذا الاستطلاع ونرجع لكم. في ذكريات تكون للوالد او الوالده او شخص عزيز عليك اكيد انك تحتفظ فيها, بتعيد له اهتمام يعني وتكون غالي على قلبك. نعم, مثل السيارات القديمه, مثل اي شيء في ذكرى قديم لابد يصير غالي علينا, شيء تحب تمسك فيه. يعني اكيد بيكون لك معناته كبيره عندك, هدايا تحافظ عليها بتخليها عندك تشوفها. عندي اشياء احتفظ بها قديمه زي اللي هو صور, يعني صور هي تذكرنا باشياء مضت, فهمت كيف؟ لا يمكنها تتجدد, هي ايقاف لحظه من الزمن لتبقى للمستقبل. انا اهتم بالاشياء القديمه حقيقه من باب الذكرى, واحيانا ارجع لها من بين فتره لفتره. شكرا على هذا أكيد الاستطلاع, واللي شفنا فيه آراء مختلفة مشاهدينا, وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم. نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد في أمان الله.